السلام عليكم ورحمة الله. الفصل اللي معانا دلوقتي بعنوان الأساس الإحصائي لمنهجية 6 سيجما. في الحقيقة الفصل ده بيتكون من جزئين. الجزء الأولاني بيتمثل في الأساس الإحصائي لمنهجية 6 سيجما، ويشمل مفاهيم إحصائية وشرط الثقة ل6 سيجما. الجزء الثاني في الفصل ده بيتكلم عن تطوير بطاقة الأداء المتوازن باستخدام منهجية 6 سيجما، ويشمل خطوات تطوير بطاقة الأداء المتوازن، فوائد بطاقة الأداء المتوازن اللازمة ل6 سيجما المستخدمة. في الحقيقة إحنا في الجزئية دي وخصوصا الجزء الأول هنتجاوزه ونعديه، لأن إحنا خدناه في الإحصاء بتاع سنة تالتة اللي هي فترات الثقة سواء بالعربي أو بالإنجليزي، وهننتقل مباشرة للشريحة رقم 25 اللي هي الجزء الثاني من هذا الفصل. الشريحة رقم 25 بتتكلم عن تطوير بطاقة الأداء المتوازن باستخدام منهجية 6 سيجما. وفي الحقيقة بطاقة الأداء المتوازن في عجالة كده اللي ابتكرها كابلن ونورتون أساتذة في جامعة هارفارد كلية إدارة الأعمال، وأول نسخة منها كانت سنة 92، ثم الثانية 94، ثم 96 آخر فيرجن منها. وبتتكلم أو بتنتقد الأداء المالي بالنسبة للشركات، وتقول إنه مش كفاية اللي هو عن طريق معدل عائد الاستثمار، وقالت لا، ده لازم يكون الأداء متوازن من حيث أداء مالي وأداء تشغيل أي العمليات، ثم الأداء من ناحية العملاء أي رضاء العملاء، ثم أخيرا الابتكار والتعلم والنمو. وطبعا الابتكار والتعلم والنمو ده الكلام ده كانوا قايلينه من سنة 96، وطبعا خير مثال دلوقتي شركة نوكيا اللي هي وقعت في دنيا الأعمال نتيجة عدم تحقيقها الابتكار والتعلم والنمو، وحققت الثلاث معايير الأولية والثلاث مقاييس الأولية لبطاقة الأداء المتوازن، ولكن لم تحقق الابتكار والنمو. دي باختصار كده بطاقة الأداء المتوازن. يمكن أضافوا دلوقتي الفيرجن الجديد بقى سنة 2013، تلاميذ كابلن ونورتون أضافوا بعد جديد اللي هو الاستراتيجية. يبقى كده بقت 5 أبعاد، ومن ثم الاستراتيجية دي هي الأساس في الـ4 أبعاد اللي اتكلمنا عليها. بالنسبة
هناك قائمة بالخطوات اللازمة لتطوير بطاقة الأداء متوازن لستة سيجما، مجموعة من الخطوات نعرفها مر عليها مرور الكرام كده، مجرد إن إحنا كويس. وأيضا فوائد بطاقة الأداء متوازن لازمة لستة سيجما ليها فوائد معينة برضو نعرفها. إنما نوقف بقى بنسبة تركيز كبيرة شوية عن المقاييس المستخدمة في بطاقة الأداء المتوازن لمعايير 6 سيجما. المقياس الأولاني عدد العيوب لكل وحدة defect per unit يساوي عدد العيوب شرطة كسر عدد العيوب التي تحدث في العملية على إجمالي عدد الوحدات التي تنتج في الإدارة. وأيضا يمكن تقييم أداء الموردين من خلال هذا المعدل، عدد العيوب لكل وحدة defect per unit وتستخدم حالة منتجات ملموسة، وأيضا الأخطاء لكل أمر ايرور بير اوردر وتستخدم حالة الخدمات. وهناك ما يعرف بالمستوى الشامل للعيوب لكل وحدة، وده طبعا هيبقى نسبة مئوية زي ما هنشوف دلوقتي. العيوب لكل وحدة لعملية واحد، لكل وحدة لعملية اتنين، لكل وحدة لعملية ثلاثة. العيوب لكل وحدة لعملية نون يعني لغاية خمسة ستة وهكذا. المعدل الثاني العيوب لكل مليون فرصة يساوي العيوب لكل وحدة بالشركة في مليون على عدد التقارير التنفيذية لعضو المنتدب أو المدير التنفيذي للعمليات. العيوب لكل مليون فرصة defect per million opportunity، وده طبعا ينفع في النواحي الإدارية والنواحي الخدمات، بس نركز على الإدارية الأول. أي العيوب لكل مليون فرصة عدد الأخطاء التي تحدث في العملية في مليون مرة أو مليون فرصة على إجمالي عدد الفرص لتحقيق الأخطاء. لو ناخد تمرين بسيط كده، شركة تنتج عدة منتجات وتقوم بخدمتها عدة عمليات إدارية مختلفة، وتريد هذه الشركة أن تستخدم بطاقة الأداء المتوازن اللازمة لستة سيجما، وأتيحت لك البيانات الآتية: العملية من واحد لغاية خمسة، عدد الأخطاء 70 60 75 55 72، عدد العمليات الإدارية المناظرة ليها 5000 4000 3000 6000 3000. والمطلوب حساب المستوى الشامل لكل أمر defect per order للشركة ككل، وده هنطلعه نسبة دلوقتي، وساعات بيدي معطيات زي ما هنشوف في تمارين أخرى. ثم المعدل الثاني او المطلوب الثاني العيوب لكل مليون فرصه، علما بان عدد التقارير المعده من جانب العضو المنتدب او المدير التنفيذي للعمليات هي 24 تقرير. ونحكم على المعدل السابق وفقا لمستويات 6 سيجما المعياريه بالجدول. اذكركم بالجدول اللي هو في فصل منهجيه 6 سيجما، الجدول اللي هو من 1 لغايه 6 سيجما والاخطاء المناظره ليها لما كان قصاد 1 سيجما او واحد انحراف معياري. طبعا قلنا قبل كده سيجما يعني انحراف معياري، واحد سيجما يقابلها تقريبا 690 الف وحده معيبه لكل مليون وحده منتجه، انما لقينا اخر حاجه 6 سيجما لقيناها المقابل بتاعها المعيب 3.4 من عشره وحده معيبه فقط لكل مليون وحده منتجه، وهو ده مقياس او معايير انتاج 6 سيجما. نشوف الحل كده: عدد الأخطاء لكل أمر، عدد الأخطاء التي تحدث في العملية على إجمالي عدد الأوامر التي تنتج في الإدارة أو القسم، error per opportunity per error per order، المستوى الشامل للأخطاء لكل أمر، أخطاء لكل أمر العملية 1 و2 و3 و4 وهكذا، هتساوي نجمع كده مع بعض 70 على 5000 زائد 60 على 4000 زائد 75 على 3000 وهكذا، طلعت علامة 0 أو 0 8 7 2 يعني كأنها 8000 أو 872 من 10000، 872 من 10000 ده اللي هو الأخطاء. العيوب لكل مليون فرصة، المستوى الشامل للأخطاء لكل أمر في مليون على عدد التقارير التنفيذية اللي هو العيوب لكل مليون فرصة defect per million opportunity، هتساوي علامة 0.872 في مليون على 24 يعني
3633 وحدة معيبة، يعني هيطلع معيب إذا أنتجنا مليون وحدة هنا أو مليون أمر، هيطلع معيب 3600. 3600 تعالوا نشوف جدول 6 سيجما المعياري، هنلاقيها بتقع بين 4 سيجما و5 سيجما، وده برضو يعني معقول، مستوى جودة معقول. ناخد تمرين تاني. إذا علمت أن عدد العيوب لكل وحدة بالشركة يبلغ علامة 207، علامة 207، وعدد التقارير التي يتم تقديمها عند الإنتاج بالشركة 36 تقرير يقوم بإعدادها المدير التنفيذي للعمليات، والمطلوب حساب العيوب لكل مليون فرصة والحكم على الناتج السابق وفقا للجدول المعياري بتاع 6 سيجما. الحل: العيوب لكل مليون فرصة تساوي شرطة كسر العيوب لكل وحدة بالشركة في مليون على عدد التقارير التنفيذية، يعني هتطلع 207 من 1000 في مليون على 36 هتساوي 5773. 5773 تعالوا نشوفها في جدول 6 المعياري كده بتقع بين ايه وايه، بمقارنة القيمة المستخرجة مع جدول مع قيم جدول 6 سيجما المعيارية نجد أنها تقع بين 4 و5 سيجما برضه. طب برضه معقولة زي دي كان برضه تمام. طب تمرين 3: شركة تنتج مكونات أجهزة الحاسب الآلي وتقوم بتجميعها، فإذا علمت أن عدد العيوب التي تحدث في العملية اللازمة لإنتاج الأجزاء والمكونات تبلغ 22 من 100، وعدد التقارير المقدمة من جانب المدير التنفيذي للعمليات 13 تقرير، أوجد العيوب لكل مليون فرصة لهذه العملية. نفس الحكاية برضو هنطبق نفس المعادلة، العيوب لكل مليون فرصة تساوي العيوب لكل وحدة بالشركة في المليون فرصة دي على عدد التقارير التنفيذية، يعني 22 من 100 في مليون على 13 يساوي 16000 وحدة معيبة. هنا بقى مشكلة، 16000 وحدة معيبة زادت، المعيب زاد، بيقع بين ايه وايه بقى؟ بمقارنة القيمة المستخرجة مع قيم جدول 6 سيجما المعيارية نجد أنها تقع بين 3 و4 سيجما، يعني الجودة هنا انخفضت، مستوى الجودة انخفض. طب تعالوا تمرين 4: في الشركة السابق تحديدها اللي هي كان فيها مستوى الجودة يقع بين 3 و4 سيجما، أوجد العيوب لكل مليون فرصة لعملية تجميع الحاسبات الآلية، إذا علمت أن عدد العيوب التي تحدث في العملية اللازمة للتجميع هي كذا، اللي هي علامة 5259، وأن عدد التقارير مقدمة من عضو منتدب للشركة هي 9 تقارير، قارن بين الحالة دي والحالة في التمرين السابق. تعالوا نشوف كده، العيوب لكل مليون فرصة، العيوب لكل وحدة بالشركة في مليون على عدد التقارير التنفيذية، نفس الحكاية، علامة 5259 في مليون على 9، 58000 وحدة معيبة. هنا بقى مشكلة، لما بيقول لي قارن بين المسألة دي والمسألة اللي فاتت، لقيت إن هنا تجميع الأجزاء، هناك في التمرين اللي فات إنتاجها، الإنتاج كان في حالة ما بننتج 16000 وحدة معيبة بس للمليون، هنا 58000 وحدة معيبة للمليون، يبقى هنا في مشكلة في موضوع التجميع. كده نشوف كده أهو زي ما قدامنا كده، يعني حالة الإنتاج اللي هو تمرين 3 كان أحسن من حالة تجميع تمرين 4 اللي هو المعيب فيه كان 58000 وحدة معيبة. شكرا يا حضرات، وكده يبقى خلصنا فصل الأساس الإحصائي لمنهجي 6 سيجما، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والفصل ده يعني نركز شوية عليه بالذات النواحي العملي اللي أنا شرحتها. شكرا.